يسعد أوقاتكم أعزائي. طبقنا لليوم هو طبق فلسطيني بحت، اللي هو المسخن. جارتي كانت لحد مني فلسطينية وعلمتني كيف أعمل المسخن، فحبيت شارككم فيه. هلا عندك 1 كيلو و300 جرام دجاج حسب الذوق، يا فخاد على الحل او مع سفين او سفين، بس اطيب بتكون مع الفخاد اكيد. عندي 1 كيلو بصل مقطع مربعات وسط، عندي 1 كوب سماق، 2 كوب زيت، ملح، عندي البهارات، عندي هيدا البابريكا الحمراء، كمون، قرفة، ورشة جوزة الطيب، وعندي 1 كوب مكسرات، وعندي الخبز، يا بيجي خبز مرقوق أو خبز الساج. أول شي حنبلش فيه اللي هو أكيد أنا ناقعة، أنا هون ناقعة الدجاج ومبهريته وملحيته ومنظفته، تقريبا له شي 4-5 ساعات منقوع. هلا بدي احطه بالطنجرة واسلقه وبنعمل حشوة المسخن. هلا بدنا نقلي البصلة، حطينا 1 كوب زيت، وهي الأكلة بتاخد كتير زيت زيتون وما بيطيبها إلا زيت الزيتون. دايما لما بدنا نطبخ بزيت زيتون ما بده يكون كتير الزيت حامي، نحطه على البارد. وهيدي البصلة بدنا نحط رشة ملح، اللي هي هاي البهارات اللي قلنا عنها. بدنا نغطيها لا تتدبل البصلة. هون عندي هلا استوى تقريبا دبلت البصلة. اخر شي بنحط السماق عشان ما يتغير لونه، عشان ما تتغير طعمته. نطفي تحتها، نستنى الدجاج ليستوي عشان نحطه نحمره بالفرن. هاي البصلة خلصت، بدي صفي البصلة من الزيت، خليها تتصفى منيح عشان الزيت بدي ارجع استعمله لننقع الخبز فيه. البصلة لتدبلت واستوت اخذت مني شي نص ساعة تقريبا. اوكي هلا هون اتصفت البصلة عندي، شيلها على جنب. في عندي هيدا الزوم المرقة تبعيتها مع الزيت مع السماق، بدي اضيف عليهم 2 معلقة كبار من مرقة الدجاج. وهون الدجاجات تحمروا عندي كمان، بدي اشيلهم شوي على جنب عشان بلش غطس الخبز. بدي ادهن الصينية بزيت زيتون. انا ببداية الفيديو قلت انه 2 كوب زيت زيتون، هلا 2 الكوب التاني حنستعمله هون تقريبا. نجيب هلا قطعة خبز منغطسها، نجيب نص قطعة تانية، عشان ما تتخزق معنا الخبزة نضيف البصل أول شي. بعدين بنحط القلوبات، نحط قطعة الدجاج،
هلا بنرش شوية زيت عليهم، بنحطهم بالفرن ليتحمروا. هاي القلوبات يعني كل شيء مطبوخ جوا بس بدها تحمير. تقريبا اخذت بالفرن من فوق ومن تحت شي 5 دقائق. هاي كانت حلقتنا لليوم مع المسخن، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة بليز ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وشير للفيديو. بشوفكم بوصفة جديدة. باي باي.